طيب، السلام عليكم ورحمة الله، مساءكم سعيد الإخوة والأخوات في مجموعة الباحثين السودانيين. أنا وفي خميس علي عبد الله، نلتقيكم في يوم جديد في سيجمنت جديد بمناسبة شهر أكتوبر، شهر رفع الوعي عن سرطان أو بسرطان الثدي. معانا اليوم مستر غسان الفاتح حمر، هيقدمنا الجلسة الأولى عن سرطان الثدي، الأعراض والوقاية والعلاج. مستر غسان هو أخصائي جراحة العام وجراحة الثدي منذ زمالة الكلية الملكية للجراحين وإيرلندا، الجراحة العام وجراحة الثدي، ماجستير الجراحة العام جامعة إدنبرا، زمالة البورد الأوروبي للجراحة العامة، عضوية الكلية الملكية للجراحين بإدنبرا لطب الطوارئ والإصابات، عضوية الكلية الملكية للجراحين بإيرلندا للجراحة، بكالوريوس الطب وجراحة جامعة الخرطوم. ده تعريف بسيط ومقتضب عن مستر غسان الفاتح حمر. تفضل مستر غسان، ممكن تعرف نفسك بطريقة أفضل وممكن تواصل في البرزنتيشن بتاعك. شكرا جزيلا أستاذ وافي، وفي الأول بشكركم يعني بشدة على المبادرة بتاعتكم وعلى الاستضافة الترشيح والتنظيم للحلقة دي. بالنسبة لي أنا زي ما قلت يعني طبيب خريج من جامعة الخرطوم، قبل فترة بديت الجراحة، مشوار الجراحة في السودان وبعده السعودية وبعدين إيرلندا، وفي النهاية أنا متواجد بإنجلترا. بدايتي كانت فيها مع الجراحة العامة، وبعدين كنت بحاول أعمل تخصص في سرطان المستقيم، وبعد كده حولت لجراحة الثدي، وحاليا بعمل ب شيرود فورست هوسبيتالز في البريست سيرجري يونت، فمعظم شغلنا في سرطانات الثدي أو جراحة الثدي عموما. طيب أنا عندي شوية سلايدز مجهزهم عشان نحاول نخلي الموضوع زي محاضرة مصغرة يعني، أو حصة صغيرة كده، نحاول نبسطها بقدر الإمكان، نبسط الكلام على أساس إنه الناس الخارج الوسط الطبي يستفيدوا. لو في حاجة شوية يعني أنا طلعت من الخط، مشيت حاجة شوية معقدة، ممكن توقفني في أي وقت، نحاول نشرحها. في حاجات بتكون شوية ممكن تفيد الناس طلبة الطب أو الجونيورز في التخصصات الطبية بالذات الجراحة. طيب أنا هشير السكرين. طيب لو ظاهرة عندكم، طيب دائما انا لما ابدا اتكلم عن سرطان الثدي يعني بيتبادر السؤال، ليه الاهتمام بسرطان الثدي؟ ليه دائما يعني ليه في اكتوبر الوردي عشان الاهتمام بسرطان الثدي؟ ما زي غيره من السرطانات؟ الحاجه الاولى لانه يعني بالنسبه لجميع السرطانات، سرطان الثدي هو الاكثر حدوثا يعني في العالم كله، هو الانسيدنس او الحدوث بتاعه في النساء هو الاكثر عالميا مقارنه بكل الاورام الاخرى. يعني ما في حاجه بتحصل اكثر من، ما في سرطان بيحصل اكثر من سرطان الثدي. حاجه الناس بيعرفوها انه في كل 8 سيدات في خلال حياتهم، لو 8 سيدات بلغوا من العمر اكثر من 85 سنه، واحده منهم حتصاب بسرطان الثدي. دي طبعا احصائيات بالنسبه لنا في السودان غالبا اقل، لانه يعني قليلين اللي بيصلوا لاعمار فوق ال 85، لكن بالنسبه للسيدات السرطان الثدي في كل 8 بيصلوا لفوق 85 سنه بتصاب واحده في كل 8. بالنسبه للرجال زي ما انت كان في التقديم بتاعك او الاعلام بتاعك، هو في اقل من 1 في 1000، لكن بيحصل في الرجال. الرجال طبعا اكثر سرطان عندهم بيكون سرطان الرئه، وبيتليه سرطانات تانية للبروستاتا والمستقيم، لكن في النساء هو الاعلى سرطان الثدي. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه بسبب حدوثه الكثير ده، يعني انه الاصابات به عاليه بالطريقه دي، أكثر علم متقدم في السرطانات والأورام هو سرطان الثدي. يعني الدراسات اللي اتعملت في سرطان الثدي
متقدمة بمسافات بعيدة عن الأبحاث في السرطانات الأخرى. الأبحاث مستمرة، العلاجات متطورة، عشان كده بقى ما بنعتبره زي بقية السرطانات. يعني لما واحدة يقول لها أنت عندك سرطان ثدي، الكلمة بتاع السرطان دي كلمة مخيفة جدا، لكن في الثدي الموضوع مختلف. العلاجات متطورة في كل المراحل بتاعة المرض، في علاج. عشان كده أنا أي سيدة تجيني في العيادة ويكون عندها تشخيص بتاع سرطان ثدي، مهما كانت المرحلة اللي وصل لها المرض، دايما برضه بيكون في علاج. العلاج ده ما بالضرورة يكون إنه السرطان هيختفي تماما، لكن ممكن تتعايش معاه. يعني في النهاية لما تحصل لا قدر الله وفاة أو أي حاجة، بنسعى إنها تكون ما بسبب سرطان الثدي. فالحاجة الثالثة إنه تعدد التخصصات أو المالتي ديسيبلينري مانجمنت أو ميتينجز، ده اللي اخترعوه طبعا ناس سرطان الثدي. يعني إنه أنا عشان أعالج مريض بحي يعني سرطان ثدي، ما بكون القرار بتاعي أنا الجراح بس. يعني دائما لما مريض يتشخص بسرطان ثدي بيكون في اجتماع فيه تخصصات مختلفة، بيكون في الجراح، في بتاع الأشعة التشخيصية، في العلاج بالأشعة، في الأخصائي بتاع العلاج الكيميائي، في الممرضات بتاعة الثدي، وفي الراديوغرافا والتكنيشنز، اللي هو في النهاية دول كلهم بيجتمعوا بيتناقش حالة حالة. فدي أول ناس اخترعوها كانوا، أول نظموا الحكاية دي كان الناس اللي بيعالجوا سرطان الثدي سواء من جميع التخصصات. بعد كده انتقل للسرطانات الثانية وحتى الحياة الما سرطانية، بقى فيه اجتماع متعدد التخصصات. ففي النهاية سرطان الثدي هو المنتشر، هو المتقدم، وهو اللي عنده أكثر أبحاث وعلاجات، وبرضه هو أفضل أكثر سرطان عنده يعني أفضلية في الكشف المبكر. يعني برضه بالنسبة لمقارنته بالحياة الثانية، الكشف المبكر في سرطان الثدي متوفر، سهل، أثبت فعاليته في إنه الاكتشاف المبكر يعني العلاج، وعشان كده يعتبر من أفضل برامج الكشف المبكر. ده الاهتمام بسرطان الثدي، وتكلمنا عن تطور العلاجات وتطور الخيارات. يعني لما مريض يجيها سرطان الثدي أو مريض، في النهاية برضو أنا عندي خيارات للعلاج. يعني أنا ما بكون عندي خلاص سرطان الثدي معناته أمشي شيل الثدي أو خلاص علاج كيميائي. في خيارات كثيرة، في جزء منها بيتناسب مع مريض، جزء بيتناسب مع مريض مختلف. فبرضه تطور العلاجات ده بيؤدي هو من الحاجات اللي أدت للاهتمام بسرطان الثدي. قبل ما نمشي على الحتة بتاعت الأعراض والوقاية، دارين نفهم بس كلام بيزك عن السرطان. السرطان هو شنو؟ يعني أنا بالنسبة لي أنا كإنسان، دائما الخلايا بتاعتي القابلة للانقسام بتنقسم في حالات معينة. يعني أنا عندي خلية قاعدة، في النهاية حصلت حاجة بتحتاج إن الخلية دي تنقسم، بتجي رسالة عن طريق عوامل أو رسائل معينة، بتضغط على الزر في الخلية بتاع إنه يا أخي أنت مفروض تتقسمي، تبدأ تنقسم عشان تعدي الغرض اللي هي دايراه. وبعد ذاك في حاجة تانية برضو رسالة بتجي بتكفل الانقسام ده، عشان خلاص انت اديتي غرضك ومفروض توقفي الانقسام. ففي حاجه بتعمل لها اون وفي حاجه بتعمل لها اوف عشان توقف الانقسام بتاعها. اما الخليه السرطانيه اللي هي بتعمل لنا الورم، بتكون في حاله انقسام مستمر بسبب تحور حصل في الخليه. التحور ده عاده بيحصل في الحمض النووي او الدي ان ايه بتاع الخليه. طيب الخليه السرطانيه عندها القدرة زي ما قلت على إنها تستمر في الانقسام، دي الحاجة الأولى. يعني لو الناس شايف الرسم التحت ده، الخلية بتكون عادية بتبدأ في الانقسام، وبرضه لكن لسه بتشبه الجهاز أو النسيج اللي هي فيه. بعد كده بتبدأ اختلافات في الخلية وتواصل انقسامها.
في العادة لما تحصل حاجة زي دي، الجسم ممكن يكتشف الخلية أو الخلايا اللي بدأت تنقسم وبيجا ما قادر يتحكم فيها، وبيقوم الجهاز المناعي يقتل الخلايا دي. يعني أي خلية بيحصل فيها مشكلة في الحمض النووي وتبدأ تقسم في روحها، بتبدأ الجهاز المناعي بيكتشف إنه في حاجة كده ما تبعه، يعني الخلية دي بقت ما شبه الخلايا بتاعت الجسم وبقوم بيدمرها. لكن الخلية عشان تمشي لسرطانية فبتقدر تتخفى عن الجهاز المناعي، يعني برضو بتبدأ تفرز حاجات تعمل سويتش أوف للجهاز المناعي، يبقى في انقسام مستمر في تخفي عن الجهاز المناعي. الحاجة الثالثة، لأنه الانقسام ده بيبدأ يعني يكبر ويكبر، فهي بتحتاج لتغذية، لو ما لقيت التغذية المناسبة بتموت. يعني احنا عندنا لو شفتوا زول عنده مثلا شامة أو نخلة وبدأت تكبر شديد، بعد شوية بتنشف وبتقع لأنه اتعدت القدرة على الأوعية الدموية الموجودة فيها إنها تغذيها، فاللي بيحصل لها إنها بتموت وتنتهي. الخلية السرطانية عندها القدرة إنها تفرز حاجات تخلي الأوعية الدموية تنمو معاها، ففي النهاية الخلية بتواصل الانقسام، بتختفي عن الجهاز المناعي، وبتحفز النمو بتاع الأوعية المغذية ليها. لحد المرحلة دي إحنا لو شايفين السهم بنكون هنا، اللي هو دي بنسميها كارسينوما إنسايتو، يعني ورم سرطاني لكن ما بيمتلك القدرة على إنه يمشي حتة ثانية، بيقوم في مكانه. فدي انسايتو، والانسايتو دي بتحصل برضو في الثدي كمرحلة يعني مبكرة جدا، ودي اللي بنحاول نكتشفها بالكشف المبكر، يعني بالماموجرام الأشعة، بنحاول نكتشف السرطان في المرحلة دي اللي هو لسه ما امتلك القدرة إنه يمشي لمكان تاني أو إنه يخترق. لما تبدأ الخلية تكتسب الحاجتين ديل الجايات ديل اللي هو اختراق الأنسجة المحيطة، يعني تبدأ تفرز حاجات تفسح لها المجال بين الأنسجة المحيطة عشان تخترق بعد شوية الأوعية الدموية نفسها اللي قامت معاها، وبعد ذاك تتحرر الخلايا من بعضها وتمشي عبر مجرى الدم أو مجاري الليمفاوية عشان تنتقل لأوعية لأماكن تانية في الجسم وتنغرز وتبدأ تنمو هناك، اللي هو ده المرحلة الرابعة بتاعة السرطان. يبقى عشان يكون عندنا سرطان مكتمل، الخلية لازم تكون مستمرة في الانقسام، تتخفى عن الجهاز المناعي، تحفز نمو الأوعية الدموية عشان تغذيها، تقدر تخترق الأنسجة اللي هي موجودة فيها، وتقدر تتفكفك من بعضها عشان تخترق الأوعية وتنتقل لمكان تاني في الجسم. ده السرطان عموما. اللي بيسبب تحول الخلية العادية لخلية سرطانية زي ما قلنا هو تحور أو طفرة بتحصل في الحمض النووي. المسببات بتاع الطفرات دي احنا لسه بنتكلم عموما، يعني أي سرطان في مسببات معروفة بتتسمى كارسينوجين، يعني حاجة بتسبب الكانسر الكارسينوجين، في منها عوامل أحيائية يعني مثلا زي الفيروسات، في فيروس بيسبب الهيومن بابيلوما فيروس مثلا بيسبب سرطان عنق الرحم، بيسبب سرطان الشرج، بيسبب سرطان في الحلق، في الابستين بار فيروس برضو بيسبب سرطانات، في عدد الاتش اي في بيسبب، يعني دي عوامل احيائيه. في عوامل فيزيائيه اللي هي مثلا زي الاشعه الفوق البنفسجيه بتسبب سرطانات في الجلد، الاشعه بتاعت الاشعه العاديه يعني الاشعه المقطعيه الحاد دي، الجرعات العاليه، الأشعة بتاعت الراديوم، الأشعة النووية، دي عوامل فيزيائية. في عوامل كيميائية مثلا زي التباكو في السجاير بيسبب سرطان الرئة، عوامل كيميائية تانية، أدوية وحاجات، دي كل حاجات معروفة ممكن تتسبب في خلل في الحمض النووي، وبالتالي الحمض النووي بيقوم بعد ما يحصل فيه الخلل ده بيكون في طفرة. الطفرة دي ممكن تورث وممكن ما تورث. العمر في حد ذاته، لأن الخلايا كثرة الانقسام ممكن تعمل أخطاء، والأخطاء دي لو ما تم اكتشافها بالجهاز المناعي ممكن تتسبب في سرطان. فمع العمر، زيادة العمر، الاحتمال بتاع السرطان بيزيد. طيب الحاجات دي ممكن تعمل طفرات جينية. الطفرات الجينية دي الحاجتين اللي بتهمنا فيهم
انه انا زي ما قلت في حاجات بتعمل سويتش اون للخليه عشان تبدا تنقسم، ففي جينات محفزه للاورام يعني هي الجين العادي بيكون انه بي اون اند اون ان اون اند اوف، لكن لو بقى اون الوقت كله في الحاله دي بيكون بحفز الخليه للانقسام الوقت كله، فده بنسميه البروتو اونكوجين بيبقى اونكوجين اللي هو تحول لاونكوجين اللي بيسبب سرطان. في جينات مثبطه دي اللي بتوقف النمو والانقسام بتاع الخليه التيومر سبريسرز. لما نيجي نتكلم عن سرطان الثدي مثلا زي الجينات المحفزه للاورام، في جين بينتج حاجه اسمها الهير 2 اتش اي ار 2، ده لما يكتر على سطح الخليه فبيكون طوالي بيخلي الخليه تنقسم في الوقت كله. في جينات مثبطه للاورام اللي هي بتنتج حاجات توقف الخليه من الانقسام زي البراكا 1 و2 لو سمعت بهم، ده اللي كان في عند الممثله مثلا انجلينا جولي. فالحالات المثبته للاورام دي لما تحصل فيها الطفره الجينيه بتبقى ما شغاله، ما بتقدر تعمل اوف للخليه. معليش الكلام كتير لكن دي مسببات طفرات جينيه وبتعمل الحكايه دي. نجي لسرطان الثدي. سرطان الثدي اللي بيسببه شنو في الحاجات دي كلها ما معروف، يعني ما زي مثلا سرطان الرئه انا اقول لك شراب السجاير بيسبب سرطان الرئه. سرطان الثدي ما في سبب معين معروف عامل احيائي او كيميائي او فيزيائي بيسببه، رغم انه بيقولوا الاشعاعات ممكن تسبب، لكن ما في حاجه بالضبط معروفه هي بتسبب سرطان الثدي. المعروف عندنا شنو؟ معروف عوامل بتزيد احتماليه الاصابه بسرطان الثدي، والعوامل دي مفروض الناس يتجنبوها بالذات اللي عندهم خطوره زايده. طيب العوامل دي ممكن نلخصها في حاجات ممكن نتحكم فيها وحاجات ما ممكن نتحكم فيها. طيب مثلا الجندر يعني ذكر او انثى، انت كونك انثى دي براها عامل خطوره بالمقارنه مع الرجل، دي حاجه ما بنقدر نتحكم فيها. الحاجه الثانيه العمر، فوق ال 18 العمر مع العمر بيزيد، يعني لو ملاحظين هنا ده عمر 25 سنه واحده في كل 19600 ممكن يحصل لها سرطان ثدي، لكن لما نمشي مثلا ل 50 سنه واحده في كل 50، لما نجي ل 80 سنه واحده في كل 10، في 85 واحده في كل 9، وبعد ذاك بعد ال 85 سنه واحده في كل 8. فمع العمر الاحتماليه بتاعت الاصابه بتزيد، عشان كده الناس بتعمل حسابها اكثر وبتعمل الكشف والحاجات دي. طيب الجينيتك فاكتورز، الجينات زي ما قلت الجينات لو حصل فيها طفرات ممكن تورث، لكن 5 ل 10% بس من السرطانات بتاعت الثدي عندها علاقه بالوراثه، يعني حاجه عائليه. ف وما كل الناس اللي عندهم مشكله في الجينات بيجيهم سرطان ثدي، يعني ما كل الناس اللي عندهم براكا جين مثلا بيجيهم سرطان ثدي. احنا بنقول البراكا جين الاحتماليه ممكن تصل ل 80% للبراكا 1، للتي بي 53 مثلا بتصل ل 90%، معناتها في 20% هنا او 10% هنا ممكن ما يجيهم سرطان ثدي. ليه؟ لانه ما حاجه واحده اللي بتعمل لك سرطان، يعني انت المفروض يكون في خلل في كم وظيفه، وزي ما قلنا قبل ان الخليه تكتسب عدد من الحاجات حتى تتحول لخليه سرطانيه كامله، فالجينات عندها دور. الحاجه اللي هنا دي مثلا الايرلي مينارك دي اللي هي بدايه الدوره المبكره. بالنسبه لسرطان الثدي من الحالات المعروفه انه كثره التعرض لهرمون الاستروجين ممكن يسبب سرطان الثدي، لانه هرمون الاستروجين بيخلي الخلايا في حاله انقسام دائم. خلايا الثدي عاده عندها مستقبلات بتاعت هرمون الاستروجين، عشان كده اثناء الدوره يعني الثدي بيكبر وبيصغر وبيحصل فيه الم والحاجات دي كلها بسبب هرمون الاستروجين، فكثره التعرض له ممكن تسبب تزيد من احتماليه الاصابه بسرطان الثدي. ايرلي منارك لان واحده الدوره بتاعتها تبدا بدري في سن مبكره، معناته في خلال حياتها هتتعرض
لكمية من الهرمون ده كبيرة واحتمالية بتزيد بنفس الطريقة الليت منوبوز اللي هي انقطاع الطمس، برضو لو كان متأخر بنفس الطريقة ده بيزود احتمالية الإصابة. والدراسات مثلا ورت إنه اللي بيجيها انقطاع الطمس في سن 55 احتمالات الإصابة عندها دبل اللي بينقطع عنها الطمس في سن 45، فدي برضو من الحالات اللي بتزيد الاحتمالية. اتكلمنا عن الفاميلي هيستوري ده في برضه في سرطانات تانية متعلقة بسرطان الثدي، يعني لما ناس يجيهم سرطان مثلا سرطان المبايض، سرطان المبايض من الحياة المرتبطة بسرطان الثدي. فلو انت او انت في العائلة عندكم زول او اكتر او زولة او اكتر جاهم سرطان مبايض، فاحتمالية سرطان الثدي برضه ممكن تزيد. الاكسبوجر تو الراديشن دي الاشعاع زي ما قلنا، اشعاع نووي او الاشعاعات اللي هي التشخيصيه دي برضو بتزيد الاحتماليه. دي حاجات الناس ممكن ما تتحكم تقدر تتحكم فيها. طيب تحت الخضه بنلقى حاجات ممكن الناس تعمل حاجه فيها. في الاول عدم الولاده، يعني انت الواحده لو ما ولدت معناتها يعني فترة الحمل والولادة والرضاعة دي كلها فترة بتاعت استراحة من هرمون الاستروجين، يعني الثدي ما بيتعرض لهرمون الاستروجين فيها. وكل ما يزيدوا الأولاد كل ما تزيد الاستراحات دي، كل ما تقل الاحتمالية بتاعت الإصابة بسرطان الثدي. فعدم الولادة بيخلي الثدي معرض يعني في طوال فترة حياتك اللي بتقدر تنجبي فيها لهرمون الاستروجين وبيزيد احتمالية الإصابة. الغريبة برضو لقوا إنه لو ولدت في سن متأخرة ده ممكن يزيد احتمال الإصابة، يعني اللي بتلد في سن بعد 35 برضو احتمال الإصابة عندها بتكون ضعف اللي بتولد في سن 25 مثلا. فالولادة المبكرة برضو مستحبة. بيتكلمنا عدم الرضاعة برضو لنفس السبب هرمون الاستروجين. الحاجه اللي احنا ما عندنا لكن عند الناس برا دي الهرمون ريبليسمنت ثيرابي اللي هو ده بعد انقطاع الطمس في سيدات كتار، لانه الاعراض بتاع ممكن تكون ما جميله بتاعت انقطاع الطمس، فبيستعملوا هرمونات فده ممكن يسبب او يزيد من احتماليه الاصابه. في كلام هنا عن اكل الاطعمه البروسيست واللي فيها شحوم، ده يعني ما أنا صراحة ما عندي عنه فكرة كبيرة، لكن ده المكتوب هنا، لكن ما أعتقد إنه عنده وزن كبير في سرطان الثدي بالذات. حبوب منع الحمل برضه بالذات لو كانت كومبايند اللي هي فيها استروجين وبروجسترون بتزيد الاحتمالية. من الحاجات اللي بتقلل من احتمال الإصابة هي التمارين اللي هي لو الواحدة بتتمرن أو الواحد بيتمرن من 30 ل 60 دقيقة في اليوم، تمارين خفيفة أو عنيفة ده بيقلل من احتمال الإصابة بتقريبا 30%، اللي حاجة كويسة شديد. السمنة بيزيد احتمال الإصابة، وبرضو يعني بيقول لك كل كيلو جرام بيزيد 1% من احتمال الإصابة، والطول برضه بيقول انه بيزيد احتمال الاصابه، كل سنتيمتر بيزيد احتمال الاصابه. يبقى اساليب الوقايه من سرطان الثدي اعتمادا على الحياه اللي ممكن تسبب سرطان الثدي او زياده احتماليه الاصابه هي الابتعاد عن الحياه الهرمونيه سواء كانت حبوب منع الحمل او المعوضات الهرمونيه بعد انقطاع الطمس، الرياضه بتساعد، الولادة، الرضاعة، وبرضو في برضو الكحول كان برضو في السودان الحمد لله ما عندنا تقريبا كثير يعني بالذات في النساء، لكن الكحول برضو من الحاجات اللي بتزيد احتمال الإصابة، فالابتعاد عن الكحول. طيب نجي للأعراض بتاع سرطان الثدي. لو حاولنا نفهم عن التركيب بتاع الثدي اعتمادا على الليمونة دي، مثال الليمونة ده منتشر
لكن الثدي طبعا غدة متحورة قاعدة في القفص الثدري، لو شايفين على الشمال هنا فوق العضلات بتاعت الصدر، بتتكون يعني عندنا الحلمة، الحلمة بتطلع منها لو شفنا في الليمونة هنا أوعية لبنية، الأوعية اللبنية دي بتتقسم كثيرة، هي ممكن تكون ما بين 15 ل 25، وبيتقسموا كل انقسام بينقسم زي الشجرة، وبعد ذاك بيجوا للغدد اللبنية اللي هي بتنتج اللبن. الحاجات دي كلها محاوطة بأنسجة ضامة، يعني هنا اللي هي بتمثل الشحوم، اللي هنا أنسجة ضامة فيها شحوم، فيها أوعية دموية، فيها ليجامنتس أو زي الأوتار اللي بتثبت الثدي على الصدر، وفيها الأوعية الليمفاوية. الأوعية الليمفاوية دي بتشيل السوائل الزائدة في الثدي عشان ترجعها لمجرى الدم عبورا بالعقد الليمفاوية اللي هي هنا، معظمها في الإبط وفي الرقبة وفي الصدر هنا، فممثلين هنا بالبذور دي اللي هي عقد ليمفاوية. إذا عندنا الجلد، الشحم تحت الجلد، بعدين عندنا الأوعية اللبنية بتلتقي بالغدد اللبنية، والحياة دي كلها موجودة في وسط أنسجة ضامة فيها شحوم، فيها أوعية ليمفاوية، وفيها أوتار، وبكلها الأوعية الليمفاوية. الأوعية الليمفاوية دي مهمة لأنها الحاجة الأساسية اللي بينتقل بها سرطان الثدي لباقي الجسم. فمن السرطان بيبدأ يا إما في الأوعية اللبنية أو في الغدد اللبنية. وبعد ما يبدأ قلنا لما يكتسب الحاجات اللي قلناها في النهاية، الصفتين اللي هي يكتسب قدرة على اختراق الأنسجة اللي هي الأنسجة دي الضامة الحولية، واختراق الأوعية، وبعد ذاك يكتسب القدرة على إنه ينفصل عشان ينتقل، فبيقوم بيمشي معظم سرطان الثدي بيمشي عن طريق الأوعية الليمفاوية. بيمشي وين؟ بيمشي للغدد الليمفاوية. هنا في معظم الغدد الليمفاوية اللي بيمشي لها هي في الإبط هنا، وبعد ذاك بيمشي ممكن للغدد في الرقبة، ومن الرقبة بيرجع للدم، مجرى الدم، وبعد ذاك ممكن ينتشر في باقي الجسم. بالنسبة برضه في شوية غدد في الصدر جوه هنا تحت عظم القص، ودي برضه ممكن تعمل جزء بسيط ينتقل عن طريق الغدد اللي هنا. يبقى ده التركيب بتاع الثدي. لما يقوم سرطان ممثل هنا بالحكاية حاجة دي، فده بيأثر على ملمس الصدر، الثدي ممكن يأثر على ملمس الثدي، ممكن يأثر على شكل الثدي، ممكن يجذب له الحلمة اللي هو ممثل هنا بالجزء ده من الليمونة، ممكن يكون في افرازات منه تطلع عن طريق الغدد، عن طريق الأوعية اللبنية دي، وممكن يخترق الجلد، أو ممكن يمشي على الغدد الليمفاوية من غير ما احنا نحس به. فبرضه نجي للأعراض الممثلة، برضه المثال بتاع الليمون زي ما قلنا، أكتر حاجة ممكن تجيب زول هي الكتلة أو الحبة في الثدي، دي أكتر حاجة الناس بيجوا بيها بالسرطان. لكن حاجة مهمة الناس تعرفها، إنه معظم الكتلات اللي بتجي بيها للعيادة معظمها حميدة، يعني ما الواحدة لما تحس بكتلة في الثدي طوال تخاف إنه هو ده سرطان، لا، هو في الغالب إنه ده ما سرطان، لأنه في أنواع كثيرة من الكتل في الثدي وما سرطانية، فمعظم الكتل اللي بتيجي في الثدي ما سرطانية، لكن بالتأكيد ما عايزين نسهو عن سرطان أو ما نكتشفه مبكر. عشان كده الواحدة لو تحست بحبة في الثدي أو كتلة لازم تمشي تفحص، في الغالب حيقول لك إنها ما سرطان، لكن أنت ما دايرة تقعدي في البيت مطمنة. والكلام ده بينطبق على الرجال برضو، بالذات كمان الرجال لو جات حبة في خلف الثدي معظمهم، أنا ممكن أقول أنا ما عندي إحصائية، لكن ممكن يكون 99% منهم حياة حميدة عند الرجال بالذات، لكن لازم تمشي تتأكد، لأنه بيجي سرطان الثدي في الرجال. أنا ممكن أقول لك إنه أقل من 1%، لكن لما يجيك أنت
دي معناتها 100% انت عندك، يعني 1% دي انت ما حيجيك 1% من السرطان، واحد في الألف، انه واحد في كل 1000 بيجيله سرطان، لكن الواحد ده ممكن تكون انت. فأي زول يحس أو زولة تحس بحبة في الثدي لازم تمشي تفحص ومن غير قلق، لأنه في الغالب إنها حاجة حميدة. طيب ده بالنسبة للحبة. خلينا نجي هنا، ممكن تكون في حتة بس متورمة ما حبة، يعني حتة بقت ما بتشبه الجنب الثاني من الثدي، ممكن يكون في خفجة، لأن زي ما قلنا الحبة ممكن تجر الأوعية أو تجر الأوتار اللي بتثبت الثدي، فيحصل خفجة في الثدي. عشان كده لما الواحدة تعمل كشف لروحها قدام المراية، من الحاجات المفروض تعملها إنها ترفع يدها فوق وتضغط على، تشد عضلات الصدر. ففي الحالة دي لما يحصل جذب للأوتار دي، الحتة لو متأثرة بسرطان بتظهر خفجة بالطريقة دي. برضو الحلمة ممكن يحصل فيها نشاف وتقرح زي حالة الحساسية. طبعا في الحلمة، وحول الحلمة في الأريولا اللي هي الحتة البنية اللي حول الحلمة. عموما عشان نفرق الحساسيات والإكزيما من السرطان، السرطان عادة لو جاء في الحلمة بيبدأ في الحلمة نفسها وبعد ذاك ينتشر للأريولا اللي حولها، والعكس في الحساسيات، يعني بيبتدي في الأريولا الحتة البنية اللي حولها وبعد ذاك ممكن ينتشر للحلمة. ده غالبا لكن برضو ما قاعدة 100%، عشان كده برضو لازم تتأكدين. الحمار زي الالتهاب، ده ممكن جدا يكون التهاب بس، لكن في سرطانات بتظهر زي الالتهابات. برضو إفرازات من الحلمة، بالذات لو إفراز دموي زي ما قلنا السرطان ممكن يعني يفرز حاجات في الأوعية اللبنية، ودي بتطلع من الحلمة زي الحليب أو اللبن. في حاجات تانية بتعمل إفرازات، حاجات كتيرة بتعمل إفرازات، عشان كده برضو ما في حاجة بتقلق من الإفرازات. لو كان الإفراز دموي أو جاي من قناة واحدة وبيجي لوحده من غير ما يحصل ضغط على الثدي، فالاحتمالية أكبر. عموما لو في أي إفرازات مفروض برضو تزور الطبيب. تقرحات في الجلد ممكن تحصل لو السرطان اخترق الجلد. حبة خارجية زي دي اللي هي ممكن تكون بس غدة عرقية التهبت، لكن برضو تمشي تشوفي. موضوع أوردة تظهر في الثدي، دي ممكن تكون عادية جدا ما عندها أي علاقة بالسرطان، وفي الغالب عادية، لكن دائما احنا بنحب أي تغيير يحصل الأفضل تزوري الطبيب. برضو الحلمة ممكن تتجر لجوه، وقلنا الكلام ده برضو السرطان بيأثر على الأوعية، بيعملها شورت يقصرها فبيجر الحلمة لجوه. تغير في شكل الثدي، وفي حاجة برضو البيدي أورانج، إنه الجلد بتاع الثدي يبقى زي القشرة بتاعت البرتكانة اللي هي بتكون فيها قد 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 وورم شوية كده، ودي عادة مرحلة متأخرة، لكن برضو ممكن تحصل لأسباب تانية. فدي الأعراض الموست كومون، يعني الأكثر حدوث، أي واحدة تحصل لها مفروض تمشي طوالي للطبيب. لما تمشي للطبيب غير إنه بيكشف عليك، ما ظهر لي حاجة هنا، طيب تاريخ العائلة المرضي قلنا من الحاجات اللي بنسأل منها. فإحنا دارين نعرف شنو من تاريخ العائلة، دارين نعرف هل احتمالية عالية عندك أو ما عالية. فأنا داير أقول حاجة هنا بس سريعة للناس اللي أنا دايرهم يعملوا حسابهم. لو أنت عندك الحاجات دي مفروض تبدي الكشف مبكرا، يعني أبكر من المبكر، يعني عادة بنبدأ الكشف من 50 سنة، لكن لو عندك الحاجات دي في تاريخ العائلة بنقول لكي تبدي الكشف في مرحلة مبكرة، ممكن يكون في 40 سنة. اللي أنا حقولهم ديل اللي عندهم الاحتمالية الأعلى، اللي هم ديل عادة هنا إحنا بنحولهم للفحص الجيني، يكشفوا عن الجينات بتاعتهم.
وديلا عادة بنحاول نبدأ لهم ممكن حتى بالأشعة الرنين المغناطيسي في سن مبكرة شديد من الـ30، ما عشان أخوفك لكن عشان تعمل حسابك. أوكي. طيب لو عندك واحدة من ديل قريبة من الدرجة الأولى جاها سرطان ثدي قبل سن الـ50، أو قريب ذكر جاه سرطان ثدي، أو قريبة من الدرجة الأولى جاها سرطان مبيض، ما بس أنا لو عندك واحدة من ديل بالإضافة لواحدة من الحياة اللي برضه حاذكرها تاني، يبقى قريبة من الدرجة الأولى سرطان ثدي تحت سن الـ50، أو قريب ذكر جاء سرطان ثدي، أو قريبة من الدرجة الأولى أصيبت بسرطان المبيض. الدرجة الأولى يعني شنو؟ يعني لاصقين فيكي، أختك، أمك، بنتك، دي الدرجة الأولى. أو قريب ذكر اللي هو من الدرجة الأولى اللي هو أبوك، أخوك، ولدك. طيب واحدة من ديل ومعاها أي واحدة من ديل قريبة تانية من الدرجة الأولى أو التانية جاها سرطان ثدي تحت سن الـ50، أو قريبتين أولى أو تانية تحت سن الـ60، أو 3 أقارب أولى أو تانية في أي سن. لو عندك واحدة من في اليمين ديل وواحدة من الشمال ديل الاثنين مع بعض، يبقى هنا في احتمالية إصابة ممكن تفوق الـ30%، وديل اللي بننصحهم يبدوا الكشف مبكر ويفحصوا الجينات وياخذوا الحاجات الوقايه، لانه انا ممكن بعدين اذكر انه في حاجات وقايه ممكن يمكن استعمالها للناس زي ديل. طيب ده مثلا ده البروتوكول بتاعنا في المستشفى اللي بنستخدمه في عياده التاريخ العائلي. لما تيجي واحده بنعمل الاسسمنت بتاعها، بندخل المعلومات بتاعتها في برنامج اسمه فارس اللي هو ده برنامج طبعا بيدفع له وفيه لايسنس وكده. في برامج تانية انا كان عملتها في خطيتها في حلقة فاتت، ممكن برضو ادي اللينكس لاستاذ وفي عشان ينزل برامج فري سايتس اونلاين ممكن تدخلي فيها المعلومات بتاعتك اللي هي الاقارب، العادات بتاعتك، الوزن، الولادة، الحياة دي كلها بيسألوا منها. بعد ذاك بديكي نسبة إنه احتمالية الإصابة بتاعتك مدى الحياة، واحتمالية الإصابة بتاعتك ما بين 40 ل 49 سنة، دي الحاجتين بديهم. فإحنا هنا خدتين احتمالية مدى الحياة، لو احتمالية مدى الحياة أقل من 17% أنت لو ريسك، أو الاحتمالية بتاعتك منخفضة زيك زي الناس العاديين، فبتبدي الكشف المبكر بتاعك في سن الـ50. ده هنا في يو كي زي كده، في دول تانية بتبدأ بدر طبعا زي أمريكا. لو احتمالية الإصابة بتاعتك الحتة الحمراء دي أكتر من 30%، ده اللي بنعتبرهم الهاي ريسك. لو في النص ده المودريت ريسك، وبعد ذاك بنشوف لو طلعت عادية طبعا بنقول لك خلاص واصلي حياتك عادي وأبدي. لو مودريت ريسك الناس اللي في النص ديلا بنبدأ لهم من سن الـ40 وبنعمله كل سنة لسن الـ50، وبعد ذاك ننتقل كل 3 سنين. ديل برضو ممكن نديهم كيمو بريفنشن اللي هي الوقاية الكيميائية، ممكن نديهم الحبوب اللي هي أصلا بتنديها لسرطان الثدي. في دراسات أثبتت إنها بتقلل، يعني التاموكسيفين ده ممكن يقلل لحد 30 35% من احتمالية الإصابة، فممكن نديهم مدة 3 ل 5 سنين، أو في أنواع حبوب تانية. أما لو طلعت من الهاي ريسك اللي هو 30% ولا فوق، ديل أول شيء زي ما قلت نحولهم للفحص الجيني، وحسب الفحص الجيني بوزيتيف أو نيجاتيف بعد ذاك بنحدد نمشي على وين. لكن عموما ديل بنبدأ ليهم من السن، يعني لو الفحص طلع بوزيتيف ديل بنبدأ ليهم من سن الـ30 بالرنين المغناطيسي، وبعد ذاك يواصل لحد الـ50، ومن سن الـ40 بالماموجرام يواصل لحد سن الـ50 كل سنة. ديل برضو الكيمو بريفنشن الوقاية الكيميائية بالحبوب، لكن ديل بنضيف لهم الجراحة
الوقائية، يعني ديل الهاي ريسك اللي فوق 30%، ديل اللي ممكن نعرض عليهم الجراحة الوقائية اللي هو نشيل الثدي وقائيا وممكن نعمل لهم إعادة ترميم للثدي. في كل الحالات بنوصيهم إنه يغيروا نمط الحياة اللي هي الرياضة زي ما قلنا، تخفيف الوزن، الابتعاد عن الكحول، الابتعاد عن المواد اللي فيها هرمون الاستروجين. دي بس حاجة سريعة، زي ما قلت في حاجات أونلاين كالكوليترز ممكن توريك الاحتمالية بتاعتك، وممكن بعدين ناخد اللينكس لها. طيب التشخيص، التشخيص لما الواحدة تجي بشكوى، يعني لو جاتك واحدة من الأعراض اللي قلناها قبل دي وجيت للطبيب، التشخيص دائما بيعتمد على الكشف الثلاثي اللي هو التريبل اسسمنت. ده في العالم كله دي الحاجة المتبعة وحاجة ثابتة. الكشف الثلاثي اللي هو الكشف الكلينيكي، أول الطبيب هيكشف عليكي ويحدد الشك بتاعه، يعني انه الكشف طبيعي او الكشف شكلك عندك كانسر او شكلك عندك حاجه حميده او ما متاكد، المهم بيحدد هو الشك بتاعه شنو. بعد ذاك الاشعه والموجات او الموجات بس، ده بيعتمد على السن وبيعتمد على انه الطبيب يفتكر شنو. الاشعه اللي هي الماموجرام ما بنعملها لزولة تحت الـ40 لأنه ما مفيدة كتير. الموجات بنعملها تحت الـ40 وفوق الـ40، يعني أي مريضة مثلا تجي بكتلة دي بيتعامل لها موجات، لو هي فوق الـ40 بيتعامل لها مع الموجات ماموجرام، وده هو البروتوكول عندنا والجايد لاينز بتاعتنا هنا في UK. الحياة دي بتختلف من مكان لمكان، لكن في النهاية الكشف الثلاثي ده هو الحاجة الثابتة في العالم كله. يبقى يكشف عليك الطبيب، يتعامل لك الأشعة، بعد كده لو في حاجة اتلقت سواء بالكشف أو الأشعة يبقى محتاجين ناخد عينة. يعني لو أنا كشفت عليك وحسيت إنه لا في كتلة، وبعد ذاك أنت مشيت للأشعة وما لقوا أي حاجة في الأشعة، لسه أنا تاني بيرجعوك لي عشان أنا أشيل عينة من الكتلة دي. يبقى أخذ العينة هي الحاجة الثالثة. لو الكشف طبيعي والموجات طبيعية يبقى خلاص بنطمنك وتمشي البيت عادي. طيب أخذ العينة دي لازم ننبه لها، لأنه في السودان إحنا ذاتنا زمان لما كنا في الامتياز ما كان عندنا الجايد لاينز الواضحة، فإحنا كنا الزولة لما تكون صغيرة يعني شابة بنكشف عليها بنعتبر إنه الكتلة أو الحبة دي حميدة، وطوالي بنمشي نعمل لها العملية أحيانا تحت البنج الموضعي. أنا عارف إنه الحياة اختلفت هسي، لكن ده تنبيه لأي سيدة بتسمعني هسي ولأي سيد بيسمعني، عندك حبة في الثدي وأنت عمرك فوق 23 سنة وحبة في الثدي، ما يتعمل لك أي عملية للحبة دي ما لم تتأخذ عينة من الحبة، لأنه الحياة بتعمل مقاسي. يعني تجي أنت زولة صغيرة ونقول انه الحاجه دي شكلها، يعني حتى لو عملنا الاشعه وشكلها كده حاجه حميده، وبعد ذاك نقرر لك عمليه انه نشيل الحبه دي، انت المفروض ترفضي من غير العينه، لانه بتحصل وحصلت كتير ان الواحده يتشال لها الحبه، وانت اول ما يعني انت لاحظ انه الحبه دي كانت موجوده في حته معينه وبتحاول تخترق في الانسجه، فانت شلتها كحاجة حميدة فخليت وراك حتت كثيرة فيها أجزاء من الحاجة دي إذا كانت سرطانية. بعد كده العلاج بيبقى صعب جدا، بالذات كمان لو انت ما مشيتي فحصتي الحبة دي، يعني لو اتشالت بالطريقة دي ومشيتي فحصتيها واتضح انها سرطان، ممكن فعلا يجوا راجعين ويشيلوا اكتر من الحتة كلها او يشيلوا الثدي كله، لكن في خطورة بتاعت انتشار على الجريد على الهنا. عشان كده أخذ العينة ضروري جدا قبل عمل أي عملية، ولو البرزنتيشن ده كله ما طلعت منه إلا بالحتة دي يبقى دي حاجة مفيدة جدا، ما يتشال لكي أي كتلة من الثدي من غير أخذ العينة. الاكسبشن أو الاكسبشن الوحيد لو أنت عمرك أقل من 23 سنة والحبة في الموجات، عمل لك أخصائي موجات ثدي ما أي أخصائي أشعة، وعمل الأشعة والحبة
حجمها أقل من 25 مليمتر وقال إنها حميدة. دي بس الحاجة الاكسبشن الوحيد، عمرك أقل من 23، والحبة أقل من بوصة يعني 25 مليمتر، وشكلها حميد تماما في الموجات اللي عملها لك أخصائي أشعة تلي. طيب ده التشخيص. احنا شلنا العينة، طيب عملنا الكشف شلنا العينة وطلع سرطان ثدي. بعد كده اللي بيحصل شنو؟ بعد كده في احتمال انه نحتاج معلومات اضافية، اللي هي ممكن لو انت زولة صغيرة احتاج لرنين مغناطيسي، لانه الاشعة الموجات والماموجرام في الناس الصغار ما معتمدين شديد عشان الحجم، يعني ما بوريني الحجم بالضبط كم. ممكن نحتاج اشعة مقطعية في حالات معينة عشان نشوف، اشعة نووية للعظام برضه اللي هي البون سكان، ما عارف ترجمتي صح ولا لا، لكن البون سكان ممكن نحتاجه. انا بحتاج للفحص بتاع الانسجه يوريني المستقبلات الهرمونيه في الورم، يعني ممكن في اورام فيها مستقبلات هرمونيه كثيره لهرمون الاستروجين والبروجسترون، ده بساعدني في العلاج بعدين. في اورام فيها الهيرتو، لو بتتذكروا انا قبل جبت سيره الهيرتو في انه واحد من البروتو اونكوجينز اللي هي الحاجات اللي بتعمل اون للخليه عشان التواصل تنقسم، لو دي قال لي بوزيتيف معناته انت عندك او انت عندك في الخليه هيرتو كتير، وده مهم برضه في العلاج لانه عنده حاجات معينه بتتاخد له. يبقى دي معلومات اضافيه. طيب خيارات العلاج، يعني احنا خلاص شخصناكي، عملنا الأشعة، عملنا في حاجة مهمة برضو في الأشعة أنا ما قلتها، إنه لو في الأشعة شكل الكتلة سرطاني، يعني شكك الزول العمل الأشعة إنه سرطان، طوالي بيعمل أشعة برضو للإبط عشان يشوف الغدد الليمفاوية، الجبال قلنا بينتقل بها معظمه بينتقل الغدد، لو شكلها ما طبيعي بياخد عينة برضو من الغدد. فدي حاجة مهمة برضو جدا، اتعملت الأشعة والموجات الصوتية وشكله سرطان أو احتمال سرطان، طوالي بيعمل موجات للإبط، لو طبيعية بخليها زي ما هي، لو شكلها مياهو أو كبيرة أو يعني في حاجات معينة بشوفوها بقوم بشيل عينة برضو من الإبط، تبقى في عينة من الثدي وعينة من الإبط. بعد ذاك لما إحنا خيارات العلاج بنناقشها في الاجتماع المتعدد التخصصات الـ MDT اللي هو زي ما قلت لكم ده عملوه ناس الثدي، وهو الأكثر تطور حاليا لأنه بيجتمعوا فيه ناس يعني تخصصهم معين في كل حتة من مرحلة العلاج. في الاجتماع ده بيناقش إنه السرطان نوعه شنو، السرطان حتته وين في الثدي، الحجم بتاع السرطان قدر كيف، حجم الثدي نفسه، حجم السرطان بالنسبة لحجم الثدي مهم جدا عشان نناقش خيار العلاج. بعد ذاك الأشعة بتاعت الإبط كانت كيف، هل اتشالت عينة أو لا، هل في سرطان في الغدد الليمفاوية ولا لا. لو في سرطان في الغدد الليمفاوية في حالات كثيرة بنحتاج نعمل أشعة مقطعية عشان نشوف هل انتقل لأي مكان تاني من الجسم ولا لا، لأنه زي ما قلت أي مرحلة عندها علاجات مختلفة. لو السرطان بس في الثدي فدي ممكن نقول عليه ستيج 1، لو هو يعني ما مخترق للجلد ولا ثابت في العضلات بس قاعد في الثدي وحجمه ما بين يعني اقل من 5 سنتيمتر، ده بنقول له ده ستيج 1. لو انتقل للغدد الليمفاويه بيعتمد على عدد الغدد لحد 3 ده ستيج 2، اكثر من 3 ده ستيج 3، بعد ذاك لو مشى لاماكن ثانيه مختلفه من الجسم ده ستيج 4، وكل مرحلة عندها علاج مختلف. المهم في الموضوع إن الناس تبدأ العلاج بدري لأي مرحلة نكتشفه فيها، عشان كده الناس ما تأخر الشكوى بأي حاجة في سرطان الثدي، يعني في أي مرحلة كانت لازم نبدأ العلاج بتاعه. الخيارات العلاجية طبعا في العلاج الجراحي اللي هو متضمن الترميم ذاته، يعني في علاج هرموني، فالعلاج الهرموني ده اللي هو زي ما انا قلت، لو احنا عايزين نعرف الهرمون ريسبتورز يعني المستقبلات الهرمونيه في السرطان بتاعي ده، لو هي بوزيتيف ف
فإحنا ممكن ندي علاجات هرمونية قبل الجراحة أو بعد الجراحة أو من غير جراحة، يعني بيعتمد برضو على حالة المريض والحاجة الدائرة المريض. العلاج الهرموني اللي هو بيوقف، يعني إما يوقف إنتاج الهرمونات أو يعمل بلوك للهرمونات في الخلية بتاع السرطانية، فبالتالي ما بتلقى الحاجة اللي بتخليها تنشط عشان تنقسم. في العلاج الكيميائي، العلاج الكيميائي ده بيعتمد على إنه الخلية عندها يعني بتنقسم كتير، ففي خلال في مراحل بتاعة الانقسام دي في علاجات مختلفة بتوقف حياة معينة عشان الخلايا بعد ذاك توقف انقسام وتبدأ تموت. ده العلاج الكيميائي، بس طبعا بيأثر على الأنسجة اللي بتنقسم التانية الكثيرة، زي في الإمعاء، في الجهاز المناعي، الشعر، الحاجات دي. العلاج الإشعاعي، الأشعة بيتعامل برضو بعد الجراحة أو من غير جراحة، أو برضو لو مشى المرض لأماكن تانية. العلاجات الموجهة دي ترجمة من اللي هي التارجت ثيرابيز، اللي هي دي بيدوها مثلا للهير 2. الهير 2 ده لما نعرف انه هو هير 2 بوزيتيف، في علاجات موجهة اللي هي انتي بوديز بتمشي عشان تكفي للهير 2 ده، توقف الاون اللي هو عامله الوقت كله للخلية. العلاج المناعي زي ما قلت، الخلية عندها طرق انها تتجنب الجهاز المناعي اللي هي بتعمل سويتش اوف للجهاز المناعي، فبرضه في علاجات بيدوها عشان تكفل الحاجة اللي بتعمل سويتش اوف، فبالتالي الجهاز المناعي بتاع المريضة يقدر يلقى السرطان ويتخلص منه. معظم العلاجات دي طبعا اللي بيهتموا بها ناس الأونكولوجي. أنا كنت يعني بتمنى لو كان معانا أخصائي أونكولوجي في البرزنتيشن ده، لأن هم ممكن يتبحروا زيادة في الحاجات دي. في علاجات تانية مثلا بتتوجه نحو الحاجات اللي بتخلي الأوعية الدموية تنمو، يوقفوا الأوعية الدموية، وبالتالي السرطان برضه يتوقف عن النمو. فالخيارات كثيرة جدا. برضه بنحاول نناقش خيارات الخصوبة، يعني السرطان لما يكون عند واحدة صغيرة ولسه ما عملت عائلة، يعني ما كونت عائلة، ما ولدت، لأنه معظم العلاجات دي ممكن تأثر على الخصوبة، ففي خيارات بتتعامل إنه نحول الناس النساء والتوليد عشان يحتفظوا بالبويضات، عشان بعد ما تخلص علاجاتها يرجعوا يعملوا، ممكن تحمل وتولد وكده. وفي خيار فحص الجينات، أي واحدة يجيها سرطان تحت سن الـ30 دي بنحولها لفحص الجينات، أي واحدة يجيها سرطان ما فيه مستقبلات هرمونات وما فيه هير 2 ده بنقول له تريبل نيجاتيف، وتحت الـ50 سنة حسب البروتوكول اللي عندنا بنحولها برضو لفحص الجينات. يبقى دي حياة كلها، يعني لو لاحظتوا العلاج الجراحي حاجة بسيطة جدا فيه، والعلاجات الثانية الكيميائية الهرمونية المناعية والحاجات دي بدأت تاخد حيز كبير جدا، وفي المستقبل يمكن ما نحتاج أصلا لجراحة بالطريقة اللي ماشية بها الحاجات دي. بس المهم في الموضوع إنه نشخص السرطان. بس كلام سريع عن الجراحة، لأنه ده في النهاية ده الموضوع اللي أنا بكون شغال فيه، يعني أنا بناقش مع المريض الحياة دي كلها. لكن لما نيجي نناقش الجراحة، إحنا عايزين في الأول نشيل الورم. الورم ده يا إما نزيل الثدي كله أو نزيل الورم بس. لو قررنا إنه نشيل الورم بس، فلازم نشيله معاه أنسجة طبيعية، مغطى بأنسجة طبيعية. وده الفرق لو أنا عملت العملية باعتبار إنه الحاجة دي حميدة بس لمجرد إنك صغيرة، فطريقة شيلة الورم بتكون مختلفة عن شيلة الورم السرطاني. لأنه في الورم السرطاني بطريقة معينة أنا بشيل ومعاه مارجن بتاع التشو أو أنسجة طبيعية، وبعد ما نثبت إنه رسلناه المعمل وقال لنا إنه في مارجن كفاية، بعد ذاك لازم تاخدي أشعة لباقي الثدي. فلما نشيل الورم بمارجن كويس وبعد ذاك تاخدي أشعة بتاع الثدي، بديكي نفس الحماية زي إزالة الثدي. يعني إزالة الثدي ما أفضل من إزالة الورم زائد الأشعة، الاثنين زي بعض. الأبحاث القديمة كانت بتقول إنه إزالة الثدي بتحمي زيادة شوية، في أبحاث جديدة بتقول إنه لا، إزالة الورم والأشعة ممكن تحميك أكتر من الثدي.
لأنه إزالة الثدي ما بتعني إنه ما ممكن يجيك راجع. إحنا نهائي ما بنقدر نشيل كل خلية في الثدي، فاحتمالية عودته موجودة دائما حتى لو قليلة. فالاثنين فيهم احتمالية تقريبا زي بعض، فعشان كده إحنا دائما بنحاول نتفر المريض تجاه إزالة الورم بس، لأنه الثدي حتى لو عملنا له ترميم ما حيكون زي الثدي الطبيعي، والموضوع ده عنده مشاكل نفسية ومشاكل جسدية وحاجات زي دي. طبعا لو الورم كبير أو في مناطق متعددة أو نوع معين من الأورام اسمه انفلاماتوري، دي يبقى إحنا ما عندنا خيار، إحنا لازم نشيل الثدي. فالخيار الجراحة في الثدي، يا إما إزالة الثدي أو إزالة الورم زائد أشعة، لكن برضو الإبط يا إما نشيل عينات أو نشيل جميع الغدد الليمفاوية. لو تتذكروا قبل قلنا بتاع الأشعة هيعمل موجات للإبط، لو شال عينة وطلع في خلايا أو أورام سرطانية في العقد الليمفاوية، في الحالة دي إحنا بنزيلهم كلهم. لكن لو الأشعة كانت طبيعية أو لو شلنا عينة وطلعت طبيعية ما فيها سرطان، في الحالة دي بنشيل عينات. يبقى الجراحة دائما فيها إزالة الورم وإزالة وأخذ عينات، أو إذا نشيل جميع العقد الليمفاوية. دي الجراحة. لو كان السرطان اكتشفناه في المرحلة اللي قلتها قبل دي، إنه لسه ما اكتسب القدرة على إنه يخترق الأنسجة وينتقل، لو شلنا الورم بس وكان هو مكتشف عن طريق، عادة ده بنكتشفه عن طريق الكشف المبكر، لو تم اكتشافه في المرحلة ديك ما بنحتاج نشيل عينات لو شلنا الورم بس، لكن لو شلنا الثدي برضو بنشيل عينات من الإبط. المهم في الموضوع إن الجراحة عايزين نشيل السرطان وعايزين نشيل عينات من العقد الليمفاوية، أو نشيل جميع العقد الليمفاوية بناء عليه النتائج اللي عندنا في الأول. بعد ما نعمل الحكاية دي، بعد ذاك ممكن المريضة تمشي تتم حياتها لو بتحتاج علاج كيميائي، علاج إشعاعي، بداية العلاج الهرموني، أي علاجات تانية. بعد ذاك نجي للترميم بتاع الثدي. الترميم ده ممكن نعمله لحظيا في نفس العملية الأولى، أو نعمله في يعني بعد العملية، يعني بعد ما تخلص علاجاتها، يعني ممكن يكون immediate أو delayed أو stage، يعني نبداه يعني في مع الإزالة ونكمله بعد ما تكمل علاجاتها بطرق معينة. الترميم ده ممكن يكون كلي أو جزئي حسب إحنا شلنا الثدي أو شلنا الورم بس. طيب الكلام على الترميم الكلي، الترميم الكلي يا إما يكون بإمبلانت اللي هو السيليكون، أو بالأنسجة بتاعت المريضة نفسها. فلو شايفين هنا دي مثلا مريضة يتشال الثدي، فده الجلد ودي العضلة بتاعت الصدر، فبنخد تحت العضلة حاجة اسمها تيشو اكسباندر اللي هو برضه سيليكون لكن مفرغ، وبعدها بنبدأ نملاه بسائل عشان ينفخ الحتة. بعد ما ينفخها يعني فولي للحاجة اللي احنا متفقين عليها الحجم الدائري، بعد ذاك بنجي نبدلها ب امبلانت البروبر بتاع السيليكون، وبعد كده ممكن نعمل ترميم للحلمة. فده الترميم الكلي للثدي بالامبلانت السيليكون امبلانت. زي دي مثلا زي ما شايفين انه اتعمل لها العملية، بعد خلصت علاجاتها جات وخدتنا الامبلانت وخدتنا الحاجات تحت العضلات وعملنا لها إعادة ترميم، حتى بعد كده نجي لموضوع الحلمات عشان نرممه. طيب في ترميم برضه بالأنسجة بتاعت المريضة نفسها، وما أي زول ممكن يتعامل لها. طبعا الخيارات دي حسب حياة معينة لكل واحد. معظم الترميمات اللي بتتعامل بالأنسجة بيعملوها أخواننا في جراحة التجميل، يعني الأطباء بتاعين جراحة الثدي. يعني احنا ممكن نعمل انواع معينة، لكن الانواع الهسي الجديدة الجميلة اللي فيها جراحات معقدة دي بيعملوها ناس التجميل. الانسجة ممكن نستعمل انسجة مختلفة، يا يعني اما مثلا من البطن زي دي الترام اللي هي بنستعمل العضلة بتاعت البطن مع الشحم اللي في اسفل البطن،
وننقله يتختى في الثدي، أو نستعمل الأنسجة من غير العضلة. دي بالذات هسي حاجة يعني جميلة جدا، بيعملوها ناس التجميل، وجراحة معقدة ممكن تاخد لحد 8 ساعات، يشيلوها بالأوعية بتاعتها، وبعد ذاك يلصقوا الأوعية هناك، يوصلوا الأوعية ببعض ويعملوا شكل الثدي، بيكون من أنسجة المريض. الحاجة الكويسة في دي إنه بيكبر مع المريض، يعني لو المريض شحم بيشحم مع المريض زي الثدي الثاني. يعني دي حاجة في ممكن ال LD اللي هي من الشحم بتاع الظهر بالعضلة، في بيستعملوا الأنسجة من الصلب من الفخذ، ده كله بيعملوه ناس التجميل، وحياة جميلة جدا. هنا مثلا لو شايفين السيدة دي يتعمل لها إزالة الثدي هنا، وبعدين يتعمل لها الديب اللي هي شايفين الندبة تحت هنا اتشال، وده زي شد البطن، يعني البطن اتشدت هي 2 in 1، وبعد ذاك اتنقلت هنا، فمعمول شايفين دي الندبة بتاعت الجراحة والإسكار هنا اللي هي عاملة كده، فبياخذ نفس الشكل، وبعد ذاك تم ترميم الحلمة بالنسبة للسيدة دي. فده الترميم الكلي للثدي اللي هو أنواع مختلفة، ما بينفع لأي زول لحالات معينة. الترميم الجزئي اللي هو ده بنعمله إحنا أو ناس التجميل، الترميم الجزئي ده اللي هو لما نشيل الورم بس. لما نشيل الورم طبعا حجم الثدي بيصغر، بيبقى فيه خفجة، الاسكار اللي بتتكون ممكن تجر الحلمة على الجهة اللي فيها الفراغ دي، فعشان كده لازم نملى الحتة اللي شلنا منها الورم. الحتة دي ممكن نملاها، يعني يا إما إحنا نحرك كل الأنسجة بتاعت الثدي ونصغر الجلد الانفولوب، فده بيكون زي عملية الشد، لكن في الحالة دي بنحتاج نعمل عملية للثدي الثاني بعد فترة عشان نصغره ونشده عشان يبقى شكله زي الثدي دي. فده لو ما عوضنا الجزء اللي اتفقد، أو نعوضه بأنه نضيف له أنسجة تانية. ممكن نعمل شفط للدهون من البطن ونعيد حقنها في الثدي، لكن ممكن نحتاج نعملها كم مرة عشان نتحصل على الشكل الدائري منه، أو نستعمل الأنسجة الدهنية حول الثدي زي هنا، دي اسمها perforator flaps اللي هي بتعتمد في التغذية بتاعتها على شرايين موجودة حول الثدي. فمثلا بنشيل ديه ونقلبه لجوه هنا الأزرق ده، يعني بنشيل البشرة برا، وبعد ذاك نقطع كل باقي الجلد ومعاه الدهون تحت الجلد، لكن بنخليها لسه موصلة بالأوعية اللي هي فيها، ونقلبها لجوه الثدي عشان تملى الفراغ. دي هنا في الخارجية، وبعد ذاك في هنا الوسطى الأمامية، وهنا الداخلية، دي ده باعتمادا على الأوعية اللي بيرتكز عليها الفلاب دي. فهنا دي لو شلنا سرطان من هنا برضو بنشيل دي ونقلبها جوا، لو شلنا سرطان في هنا بنقلبها جوا. عندنا دايما بيكون مشكلة لو فوق هنا السرطان، في الحالة دي في الغالب نحتاج يا يعني إما نعمل تصغير للثدي كله أو نعمل نقل الدهون. ده بالنسبة للترميم بتاع الثدي. شايفين هنا دي مثلا معمول لها للخارجية، دي الحتة اللي اتشال منها الدهون أو الفلاب، ودخلنا للثدي بالجنب دي، شلنا اتشال الورم من هنا، هي دي ما مريضتنا طبعا لكن شال الورم، بعد ذاك دي اتقلبت جوه، وبعدين نرجع الجلد ده لده ويكون شكل الندبة ماشي مع الخط بتاع البراه، وباقي الندبة هنا، لكن في النهاية الحجم بتاع الثدي يفضل زي ما هو، وبقدر الإمكان الشكل يفضل زي ما هو، وتمشي تواصل باقي علاجاتها. طيب بعد الجراحة، ممكن تحتاج علاج كيميائي، ممكن ما تحتاج. طبعا لو اكتشفناه بدري ولأنواع معينة، معظم الأنواع بتاعت سرطان الثدي لو تم اكتشافها بدري ما بنحتاج علاج كيميائي. العلاج الإشعاعي أكيد بنحتاجه لو شلنا الورم بس زي ما قلنا، وفي تقريبا 50% بعد ما لو شلنا الثدي ممكن نحتاج لعلاج إشعاعي. العلاج الهرموني للسيدات أو الأورام اللي عندها
مستقبلات هرمونية في الرجال أو السيدات، والعلاج الهرموني بيتواصل ما بين 5 ل 10 سنين اللي هي حبة في اليوم. بعد ذاك المتابعة لو زولة صغيرة بنتابعك احنا البروتوكول بتاعنا لحد ما تتم 50 سنة، ولو زولة فوق ال50 سنة بنتابعك لمدة من ما بين سنة ل5 سنوات. والمتابعة مهمة لأنه معظم السرطانات الثدي ممكن يعني معظم اللي بيحصل لها ريلابس أو بترجع تاني بيرجع في خلال سنتين معظمهم، فإحنا بنتابع لأكثر من سنتين للناس اللي عندهم احتمالية رجوع فوق المتوسط. شكرا جزيلا، إن شاء الله أكون ما طولت وما عقدت الموضوع، لكن زي ما قلت الرسالة إنه لو في أي حسيتي بأي حاجة في الثدي تمشي مباشرة للطبيب. لو عملوا الفحوصات وفي حاجة ما تتشال من غير عينة. الاكتشاف المبكر أهم حاجة للعلاج، كل المراحل عندها علاجات، لكن لو عايز العلاج يشيل السرطان النهائي أفضل حاجة الاكتشاف المبكر. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا مستر غسان، قدمت شرح وافي وجميل جدا، حمانا الله وإياكم من سرطان الثدي. إن شاء الله. معانا مجموعة هنا في جلسة الزوم، شباب الزوم اللي عنده سؤال أو استفسار ممكن يستخدم خاصية رفع اليد raise hand، وفي نفس الزمن أنا بحاول أنقل الأسئلة اللي جاتنا عبر النقل المباشر في الفيسبوك. أنا شكلي طيب أنا عندي، تفضل. شكلي طولت عادي، المشكلة تخيلت الموضوع. لا ما طولت، بالضبط ساعة وشرح كان جميل وبرواقة وبهدوء. الله يسلمك. تفضلي معانا أمل، ممكن أنميت السلف. أوكي، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، أهلين. شكرا يا دكتور، محاضرة ظريفة وواضحة. الله يسلمك، تسلمي. أنا أمل محمد علي، أستاذ محاضر في كلية المختبرات الطبية جامعة القذارف. يا مرحبا، أهلين. يديك العافية. بس قبلك لما جيت تتكلم عن الكوزس بتاعت البريست كانسر قلت ما في سبب واضح، تمام؟ في ريسك فاكتور، مش كده؟ أيوة. طيب السيستم اللي انتوا بتعملوا بيه او تحسبوا بيه الريسك اللي هو 30% واقل من 30%، ده ممكن نحن نعتبر جريدنج سيستم؟ يعني مثلا اذا واحده عندها جينيتيك، عندها هيستوري، فاميلي هيستوري، تمام، عند بلس الايج، تمام، بلس هي اوبيز، تمام، ده ممكن نحن نعتبرها جريدنج زيه زي الموضوع بتاع الكورونا مثلا. ايوه، هو بالضبط كده. انا زي ما قلت لك انه احنا عندنا يعني عندنا عياده اللي هي فاميلي هيستوري كلينيك، وعندنا عياده مخصوصه مثلا لالام الثدي. طبعا الام الثدي ما من الحياه المخيفه، هي من اكثر الشكاوي بتكون انه في الم في الثدي، لكن يلا انا قصدي اكثر الشكاوي اللي بتجينا، لكن ما الم الثدي لوحده ما عنده اي علاقه بالسرطان. لكن عندنا في عيادة التاريخ العائلي اللي هي الفاميلي هيستوري كلينيك وعيادة آلام الثدي، الاثنين دول لما يجي مريض ليهم بيدخلوا معلوماته في السيستم اللي اسمه فارس، ده اللي عندنا احنا، بيدخلوا كل المعلومات، وبعد ذاك بيطلع الجريدنج زي ما قلت، بيديكي الريسك بتاعك. يعني ممكن يقول لك الريسك بتاعك 4%، دي يعني اللايف تايم بتاعك، انه لو عشت لفوق ال 85 سنه يعني 100 زيك، لو قلنا 4% 4 منهم حيجيهم سرطان. في الحاله دي احنا بنعتبرك الريسك بتاعك زي البوبيوليشن، يعني ما حاجه زايده، اللي هي اقل من 17%، ده زي باقي البوبيوليشن، فما بنحتاج نعمل اي حاجه. لو الجريدنج طلع ما بين 17 ل 30% بنعتبرك ميديوم ريسك. في الحاله دي بنبدا يعني احنا في اللحظه دي بتاعت حضورك ما بنعمل لك حاجه، لكن بندخل اسمك عشان يبدو ليكي السكريننج بتاعك من بدري، اللي هو من عمر 40 سنه ل 50 سنه ثانوي،
حتى بعدك تدخلي في السكرينينج العادي لكل 3 سنين من 50 سنة. لو طلع فوق أوكي. 30% في الحالة دي طوالي احنا بنقوم نحولك لناس الجينيتكس عشان يفحصوا لك الجينات، وبنقوم بنعرض عليك الوسائل بتاعة الوقاية. وسائل الوقاية برضو بنعرضها لناس الميديا، ما قصدي الحبوب، الوقاية الكيميائية. لكن الجراحة الوقائية دي بنعرضها بس للناس اللي فوق الـ30 أو اللي عندهم الجينيتكس. جينيتيك يستر. فأنا قلت الكلام ده لأنه في كالكوليترز موجودة أونلاين ممكن تستعملوها عشان توريك الريسك بتاعك اللي في الإيبس مثلا وفي الجيل. أنا ممكن، يا ربي، أرسلهم هنا، ممكن أشوفهم أرسلهم في الشات الويب سايت، علشان تخش تدخلي معلوماتك كلها وتشوف بيديك الريسك. في سايت بيديك الريسك اللي هو اللايف تايم ريسك، وفي وبرضه ممكن يديكي ما بين سن الـ40 لـ49، لأن دي مختلفة. أنا بس ما داير ألخبط ليك الحاجات، لكن اللايف تايم عندنا أقل من 17 لـ30 طيب وفوق الـ30. بالنسبة للـ40 لـ49 سنة اللي هي تحت الـ3%، 3 لـ8% وفوق الـ8%. تمام. طيب يا أستاذ وفي، عندي سؤال تاني ممكن ولا أخدت زمن طويل؟ تفضلي. بس جزء من الستيجينج يا دكتور، الستيجينج من 1 ل 5، احنا الستيجنج من 1 ل 4 في ال من 1 ل 4. من 1 ل 4 في البريست كانسر. أي الستيجنج في البريست كانسر بيجي معقد لدرجه انه، وده بسبب وجود العلاجات. يعني زمان حابب نقول لك في البريست بس ستيج 1، في الليمف نودز اقل من 3 ليمف نودز ستيج 2، اكثر من 3 ليمف نودز ستيج 3، ماشي لمكان تاني ميتاستاسيس ده ستيج 4. لكن هسي الستيجنج دخلت فيه حاجات تانية اللي هي المستقبلات، يعني هل هو هرمون ريسبتور بوزيتيف ولا لا، هل هير 2 بوزيتيف ولا لا. الحاجات دي يعني خلت انه في التي ان ام ستيجنج بتاع البريست في ابلكيشن بتدخل فيه المعلومات، وبعد ذلك بيقول لك هو اناتوميكالي ستيج كده، لكن بيتعامل كستيج كده. يعني انت ممكن يكون مشى لمكان تاني في الجسم، لكن لانه مثلا فيه هرمونات بوزيتيف وهير 2 نيجاتيف والكي اي 67 مثلا نيجاتيف، يقوم يقول لك كده بيتعامل كستيج 3. لكن ان جنرال بالاناتوميكال اللي هو السمبل ستيجنج في البريست ستيج 1، الا لو طبعا قام مشى للجلد او هبش العضلات. في الغدد الليمفاويه في الارض ستيج 2 اقل من 3، اكثر من 3 او مشى الور الخاص او الرقبه ستيج 3. 3 دي داتا بيقسموها ل 3 1 2 3 سوري اي بي سي، وبعد ذاك ستيج 4 لما يحصل ميتاستاسيس. تمام، شكرا جزيلا. العفو، الله يسلمك. شكرا جزيلا مستر غسان. طيب اذا في سؤال ثاني الشباب ممكن تستخدم خاصيه رقميه، او قبلها انا اسال بخصوص سرطان الثدي للرجال بصوره عامه. قلت زي ما قلت انت، نسبه الاصابه او احتماليه التعرض هي 1 في الـ1000 او 1 من كل 1000، ايوه، او اقل لكن او اقل. لكن انت ذكرت قلت انه الزول الواحد في الالف ده اذا اصابه او اصاب تم تاكيد تشخيصه، معناه نسبه البوزيتيف هاي، يعني اكثر حوالي 100%، معناه خلاص الاصابه دي حقيقيه، صح؟ ايوه، يعني انا الناس بيسمعوا دائما النسب دي، يعني لما انا اقول لك انت اقل من 17% انت 4% نسبه اصابتك، او لو قلت في الرجال انه اقل من 1%، الزول ممكن يستصغر الموضوع، يعني يحس انه عنده حبه، لكن يقول انه انا اقل من 1%، ما معناته ما بجي اقل من 1 في الـ1000.
اللي هو أقل من 0.1%، وما يشتغل بالموضوع. لكن الناس لازم تتذكر إنه أنت لو أنت الواحد في الألف ده كان أنت، معناته أنت 100% نسبة الإصابة عندك، أنت جاك سرطان ثدي. فما تستهون بالموضوع لمجرد إن النسبة قليلة عندك. أيوة، ما بتحتاج تعمل حياة زيادة، يعني أنت كراجل ما بتحتاج تعمل كشف مبكر، ما بتحتاج الحياة الكثيرة اللي قلناها عشان الوقاية دي، إنه منع الحمل، الرضاعة، الولادة، الحياة دي طبعا ما عندك أنت، فأنت ما عندك مشكلة في الموضوع ده. لكن لو جاك عرض، يعني جاتك بالذات حبة، المشكلة في سرطان الرجال إنه الثدي صغير، ما في شيء كتير. فعشان كده هسي لما أنا كنت بتكلم مع زميلتنا أمل، هسي لما قلت لها ستيج 1 إنه بيكون في الثدي بس، لكن ما هبش الجلد ولا هبش العضلات، يعني ما الورم ما اتضخم لحد ما هبش، بقى ماسك في الجلد وماسك في العضلة تحته. ليه؟ لأنه ده بيغير الستيج. الموضوع ده بيحصل بسهولة في الرجال، لأنه ما في أنسجة. فأنت أول ما تقوم الحبة، بعد شوية بيقوم بتهبش الجلد وبتهبش العضلات. عشان كده المفروض أنت كراجل هبشت حبة هنا في الثدي، تمشي تكشف. فما موضوع عيب يعني، لكن ضروري تكشف وتتأكد. كلام جميل، شكرا جزيلا. إذا العفو. في سؤال، إلى الآن الشباب اللي معانا يستخدموا خاصية رفع اليد، أو إذا الزول ما عنده إمكانية يتكلم ممكن يكتب السؤال في الشات سواء كان هنا أو في مجموعة الفيسبوك. طيب، جيت للنقطة اللي أنت ذكرتها أخيرا، مسألة العيب في إصابة الرجال بسرطان الثدي. الآن أنا شايف المظاهر هنا في الفاشر أو في السودان بصورة عامة، في حملات بدأت مع بداية الشهر ده، اللي هي حفلات وعربات حايمة فيها الشعار بتاع الوعي أو الأويرنس بسرطان الثدي، لكن الناس الشغالين أو الجهات الشغالة اللي هم كلهم هم من النساء، يعني في شباب شغالين، لكن كأن الموضوع ما همهم أو ما بيمسهم الوعي العام أو الوعي المجتمعي. دارين بس تعليقك على الكلام ده بالنسبة للوعي، يعني إلا الزول يمسه حمان الله، إلا الزول يتم الإصابة من المقربين له حتى بعد ذاك يوعى بالموضوع. نظرتك في الفكرة دي أو في الحاصل في الواقع ده شنو؟ والله هو طبعا يعني اي مجهود حاجه مقدره جدا، يعني الناس الشغالين على ارض الواقع. وصراحه الموضوع في السودان صعب، يعني احنا زمان كنا بنمشي في القوافل بتاعت ايام ما كنا في الجامعه، القوافل الصحيه، يعني مشينا نياله طبعا، يعني نياله جميله. فقصه التوعيه يعني بالذات في الحتت الطرفيه مرات بتكون صعبه شديد، بالذات بالنسبه لحاجات زي دي بتكون حساسه. يعني لما أنا أتكلم عن سرطان الثدي، يعني لو ما حلقى مستمعين كفاية من الرجال، سواء كان الزول اللي بيعمل التوعية سيدة أو راجل، في النهاية كونه يجيك ناس حتى يعني حتة طرفية أو وسطية عشان يسمعوا لك لسرطان الثدي، زي ما قلت في حاجة بتاعت عيب كده في جوه، كأنها حاجة نسائية. بس من نعم ربنا انه الموضوع قليل جدا في الرجال يعني، لكن الموضوع ده مفروض يعني لو ما قادرين يوصلوه بالحلقات التعليمية او بالكلام المباشر، انشروا ليفلتس يعني ورق، حتى النساء اللي بيحضروا الحلقات التعليمية دي ياخدوه لرجالهم معاهم، الرجال اللي في البيت يوعوهم، لانه هيحصل انه في واحد من البيوت هيكون في راجل وحجيه حبة، وللأسف هيتم اكتشافه متأخر لأنه هو ما دار يمشي يقول عنده سرطان ثدي أو حاجة في الثدي بتاعه. كلام جميل. طيب، ما في سؤال إلى الآن، معناه الشرح بتاعك كان وافي جدا. ولا بالغته؟ ما بالغ. ما هو كان وافي، الناس ما في وضحت تعليق ليها. من أمل بتقول هي شغالة الآن دراسة، عاوزة تشوف إنه هل الخلل في طرق التوعية ولا الخلل وين؟ تعقيبا على كلامك الأخير. الله ما شاء الله، ربنا يوفقك إن شاء الله. يعني ده مجهود مقدر، وحتة بتاعت بحث مهمة جدا صراحة. بالتوفيق إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله. شكرا على وقتك يا دكتور.
الله يسلمك وشكرا لكم، شكرا جزيلا على الاستضافة. ده الشرف لنا نحن في مجموعة الباحثين، وزي ما نعم قلنا دي الحلقة الأولى من سلسلة حلقات اللي هي سميناها أكتوبر الوردي لرفع الوعي عن سرطان الثدي، والحلقة الجاية إن شاء الله يوم الأحد القادم هتكون مع دكتورة سلاف العاقل، هتتكلم لنا برضو يعني الحلقة هتكون بعنوان دردشة علمية عن سرطان الثدي وطريقة الفحص الذاتي. دي سيرة مختصرة عن دكتور سلافة، إن شاء الله خليكم معانا في يوم الأحد القادم بإذن الله 18 أكتوبر. شكرا جزيلا دكتور غسان، وإن شاء الله هنتلاقى في ساحات تانية. إن شاء الله، تسلم وشكرا جزيلا تاني للمبادرة ولمجهودكم اللي بتقدموه، وبالتوفيق دائما إن شاء الله، وإن شاء الله نحضر معاكم دكتور سلافة، حتفيدنا ونستفيد من كلامه إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا جزيلا وفي أمان الله، السلام الله عليكم. يسلمك، مع السلامة. الله.